السلام عليكم، ازاي اضيف الذكاء الصناعي جوه الاوفيس؟ اول حاجه بعملها بروح انسيرت، وباجي هنا على جيت ادنس. هنا هتلاقي ادنس كتيره جدا، في حاجات فيهم خاصه بالذكاء الصناعي. طيب خلينا نجرب، مثلا نقول له جي بي تي، اقول له سيرش، هتلاقي تولز كتيره. تمام، شوف ايه اللي انت عايزه وممكن تقول له بس كده اد، خلاص هو بيبدا ان هو يديفولك. تمام، هيديفولك هنا وتبدا انت تقول له اكتب لي اي موضوع عن اي حاجه وهو يبدا يكتبه لك. تمام، وممكن تقول له مثلا اكتبها لي كاديتور كدكتور ككونسلتنت زي ما انت عايز. وبعد كده رايتنج ستايل، عايزها كبزنس ككرييتيف. تمام، الاوتبوت بأني لغه، مثلا عن الحضارة المصرية، وأقول له ابدأ اكتب. فكده أنا ضفت شات جي بي تي جوه الأوفيس. وطبعا تقدر تخلي فيه أكتر من لغة، تقدر تناقشه في أي حاجة يقدر إن هو يعملها لك. فهيبدأ يكتبه لك بالشكل ده. ممكن تعلم عليه وعامل في حاجات حاطط لها الفتحه والضمه والحاجات دي، ممكن تقول له انا عايزك تلخص لي الموضوع ده او تكسب لي او باراجراف او 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 او، فهو يبدا ان هو يتعامل معاه. تمام، اي حاجه تكتبها ممكن يلخصها لك، ممكن يزود عليها ري رايت الحاجات دي كلها. طيب خليني اقول له عايز ادنس تانيه. تمام، افضل حاجات هذا العام. تمام، في حاجات خاصه بالكوميونيكيشن، دي مثلا من الحاجات اللي عجباني ان كيو ار تبقى موجوده جوه الاوفيس، ما تضطرش ان انت تروح لموقع عشان تعمل الكيو ار. تمام، دي حتى موجوده هنا في الايديتور بيكس. تمام، ده برضو كويس جدا، بيساعدني جدا في كتابه المقالات والمراجعه بتاعتها، حاجه قويه جدا. تمام، طيب خلينا نرجع تاني، هو بيسطبها دلوقتي. طبعا اهم حاجه بالنسبه لنا البرودكتيفيتي. تمام، الويكيبيديا لا، تبدا بس تشوف ايه الادوات اللي هي ممكن تساعدك. درو اي او ده ممتاز، بيخليك تعمل دايجرام شكله جميل، في حاجات بتساعدك في الحساب، في حاجات مثلا بتحول الابديت وورد اند باور بوينت دوكيومنتس فروم اكسل. طيب في حاجات خاصه بالسيرش، في حاجات خاصه بالتريننج توتوريال. هو حسب انت بتستخدم الوورد في ايه تبدا تشوف ايه الحاجات اللي بالنسبه لك كويس. جوست رايتر ده برضه حلو، اشوت بي رايتنج برضه كويس. وفي كمان حاجات بتعمل صور، يعني في حاجات خاصه بان انت تكتب لها تكست وتحولها لصور. فانت بتلاقي تولز كتيره جدا بتوفر عليك وقت كتير. طيب خلينا نكتب شات جي بي تي. تمام، ده الاي ده اللي هو بيكتب له تكست، يروح هو محوله لك لصوره. طبعا حاجه ممتازه جدا، اي تكست انت عايزه هو يبدا ان هو يحوله لصوره. تمام، ده الكول بوتس ده اللي احنا قلنا عليه، هيفش لك اي غلطات يبدا ان هو يصلحها لك. تمام، خلينا نقفله دلوقتي هنا. ده الاي، هتكتب له بس كده الحضاره المصريه مثلا او اي كلمه، يروح مكون لك الصوره. هو زي ما شفت ليت شات جي بي تي ديسايد اناليس تكست،